ناقلات الغاز هو دور مهم وزيادة الطلب عليها متناغم اليوم مع الحاجة المتزايدة للغاز المسال عالميا. ما طبيعة العوامل التي تحدد الطلب على ناقلات جديدة، خاصة أن يعني متابعة تاريخ ناقلات الغاز بشكل عام نرى أنه من الأساطيل الحديثة، والسفن المنتمية إليها أيضا من السفن الحديثة نسبيا بالمقارنة مع أساطيل أخرى. حداثة الأسطول، نوعية الناقلات المستخدمة فيها، هل هذه تعد من عوامل اختيار الشركات الناقلة للغاز في هذه المرحلة أو بشكل عام؟ بالفعل بداية صباح الخير طبعا لك والمشاهدين. يعني حتى نفهم هذا الدور الكبير الذي تقوم به الناقلات الغاز في هذه الصناعة، يجب أن نرجع إلى الوراء قليلا. يعني في السبعينات القرن الماضي لم يكن للغاز دور، أو حتى هي سلعة ومهمة في السوق. يعني الآن يعني بعد 5 عقود من الزمان وصل الطلب العالمي على الغاز المسال بأكثر من 436 مليون طن. هذا بفضل التكنولوجيا الحديثة، بفضل التقنيات التي تم اكتشافها في عملية تحويل الغاز إلى سوائله ثم نقله عبر هذه الناقلات. يعني تجوب البحار كما ذكرتي حول العالم، أصبحت سلعة مهمة لنمو العديد من الاقتصادات حول العالم. يعني ليس فقط لدى الاقتصادات الكبرى أو الدول القنية. بالتأكيد هنالك العديد من العوامل التي يتم وضعها في الحسبان لدى الشركات التي تقوم بحجز سعة أو بشراء الناقلات. يعني نحن نعرف أن يعني الناقلات هي أنواع تعتمد على حجمها وسعتها والتكنولوجيا حتى أو نوع المحركات اللي فيها. حاليا هنالك حوالي 7 أنواع من السفن التي تنقل الغاز، منها النوع الذي يعمل بالتوربينات البخارية والغازية والوقود ثلاثي وثنائي الضغط وبالديزل بطيء السرعة وغيرها. كل هذه العوامل تساهم في اختيار الشركة للناقلة. أيضا هنالك عوامل مهمة يعني تضعها الشركات في اختيار ناقلات الغاز، من بينها القدرة على التسهيل، قدرة هذه الشركات على التسهيل وحجم إنتاجها وإعادة الغاز من حالته السائلة إلى وضعه الطبيعي. أيضا عمق المحطات ومحطات الاستقبال، وأيضا يعني عامل مهم أيضا وهو عبورها للممرات البحرية. بمعنى حاليا إذا نظرت إلى الطلب العالمي، يعني أكثر من 216 ناقلة، من خلال حجم الناقلة وسعتها يمكن أن تعرف لأي الأسواق تذهب هذه الناقلات. بمعنى الناقلات العملاقة يعني هي دائما تكون الطلب إليها في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في دولة قطر، أما الناقلات ذات السعات الأقل من 170 ألف متر مكعب يمكن أن نقول هذه الناقلات هي للسوق الملكي. بمعنى أن الناقلات التي تمر عبر قناة بنما يعني تكون أقل سعة من الناقلات التي تمر عبر قناة السويس أو حتى البحر الشمالي. بالتالي هذه العوامل تضعها الشركات في الحسبان عند طلب الناقلات من أحواض السفن. إذن الآن يعني وبعد أكثر من 5 عقود روان من الزمان، أصبحت يعني أكثر من 641 ناقلة تجوب البحار بأكثر من 6700 رحلة حول العالم. هذا رقم كبير ساهم في توسع التجارة عالميا. أصبح الغاز سلعة ضرورية في مزيج الطاقة العالمي. سيد شوقي، هل من دور اليوم لقطر للطاقة في تطوير الناقلات التي تعد تحت الطلب من قبل الشركة؟ يعني إذا ما تحدثنا عن الجوانب الفنية في التصميمات مثل السعة، كفاءة الوقود مثلا أو غيرها. صحيح محمد، يعني قطر للطاقة متمثلة في شركة ناقلات كان لديها الدور من قبل والدور حاليا، ويتوقع منها أن تلعب الدور الكبير في تطوير هذه الصناعة. يعني قامت قطر للطاقة وبالتعاون مع إكسون موبيل في السابق في العمل على تصميم الناقلات من طرازي كيو ماكس وكيو فليكس. يعني هذه الناقلات أصبحت الآن لديها سعات ما بين 210 ألف إلى 260 ألف متر مكعب. هذه السعة الضخمة لدى الناقلات،
ولعل الرمز كيو يعني في تسمية هذا الطراز من الناقلات هو يرمز لدولة قطر، وهي موجودة فقط يعني لدى دولة قطر، لديها حوالي يعني 13 أو 14 ناقلة من طراز كيو ماكس وأكثر من 31 ناقلة من طراز كيو فليكس. يعني هذا الدور الكبير يعني ساهم في تقليل تكلفة الشحن العالمي للغاز، وساهم في مد العديد من الدول. يعني قبل يومين ونحن نطلع على البيانات المتعلقة بتدفقات أو تتبع حركة الناقلات لدى السوق شمال غرب أوروبا، تجد أحيانا أن الناقلة من طراز كيو فليكس وكيو ماكس تستطيع الناقلة أن تذهب إلى مينائين يعني خلال رحلة بحرية واحدة. يعني نجد أن الناقلة كانت في ميناء زبريج في بلجيكا، وبعد يومين أو بعد 3 أيام تجدها في محطة ساوث هوك في بريطانيا. هذا معنى ذلك هو السعة الكبيرة لدى ناقلة تستطيع أن تنزل جزء من شحنتها في محطة وتكمل في محطة. يعني على مستوى كفاءة الوقود ذكرت، يعني تعمل قطر لدى طاقة مع شركة شل في تطوير الوقود لاستخدام الوقود الغاز المسال في الناقلات، أيضا في تخفيف حرق الانبعاثات من الوقود خلال الرحلات البحرية 35%. أيضا يعني نسبة حرق الوقود بشكل عام لدى الناقلات العملاقة التي تعمل عليها تعمل في قطر للغاز هي أقل بكثير من الناقلات التقليدية. أيضا يعني حتى نعرف الدور الذي تقوم به أيضا دولة قطر، يعني بالاتفاق مع المسؤولين في قناة بنما نجد في عام 2019 قبل سنتين أو أكثر قامت الناقلة الساحلية وهي ناقلة من طراز كيو فليكس بعبور ناجح بنسبة 100% في ممر قناة بنما. أتوقع ومن وجهة نظر شخصية بأن هذه الرحلة سيكون لها ما بعدها، معنى أن قناة بنما لا تسمح بمرور يعني عادة السفن العملاقة، وإنما يعني تمر عبرها السفن ذات السعات 170 ألف متر مكعب، وهي السفن القادمة من الولايات المتحدة والسوق الآسيوي وغيرها. عبور هذه الناقلة سيرفع من التنافسية في سوق الشحن العالمي. ربما نرى يعني خلال التقنيات المقبلة طلبات من السوق الأمريكي لهذا النوع من الناقلات، ربما هذا يساهم في تقليل التكلفة لدى شحن الغاز العالمي، أيضا يساهم في وصول الغاز إلى دول وأسواق جديدة تتوسع الحركة خلال الفترة المقبلة. إذن هذا هو دور طبيعي يعني لدى الكبار المنتجين، لدى الشركات الكبرى، لدى الشركات الوطنية والدول المنتجة أن تكون مزود آمن، تعمل على دخول ابتكارات وتكنولوجيا جديدة تساهم في وصول هذه المادة الحيوية والأساسية لدى الأسواق والاقتصادات حول العالم.